يما هذا قال زهرة جبته راح يتزوج فراولة، وبقى بس يا هو ابو نغم خاله عرموطة من راح ادرى نام يم هو ادري شو تعبت الدنيا كلها جبت له هذا الحطب. يما ايش بيه حطب ترى ابو القزازير خوز زلمه ما لا يما قدام شبعت نزال بطلت مع الرسالة. لا 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 راح اروح للقزازير لحسابي تحمل لحسابك هالمره والله وكفو منك قصر ما اوفي هسه عمي ابو فراوله خابرنا بالعراميط شوف شنو الوضع. والله يا عم خابرته قال هسه جاي بالطريقاني. تفضل عمي تفضل ابو نغم تفضل. اقول لك عم ابو نغم دير بالك السولف جوا ترى مهدي الضرطك الضرط وشغله الزفان احلى. يا عمي ترى ما اقبل الا زفه تدلل بالخير وتدلل. تفضل عم ابو نغم تفضل. اجا فاندام هي هالبضاعة اللي جيبها اخوك صار له ساعتين وجاين حتى ما سلم. تشبرك لا تحكي لاخوي. هو يا مهدي هذا ابو نغم جبته ويقول له تسوي اللي زفه الا وافق على الزواج. يريد زفه بعد ما يريد مهار؟ يريد زفه هو وش ما زفه جداشته محمضه؟ عفونا من هاي السوالف هسه موافقين تسوي له زفه لو لا؟ عمي تقول يا الله هو ترى يتزوجها ويطلقها شنو هالزفه هاي عود؟ انا هذا شرطي اذا مو زفه اروح هسه. وليك تهددنا انت وجهك مضروب كم مبلغ؟ خويا ابو فراوله قول يا الله. عم قلنا يا الله. خويا مهدي موافقين على الزفه لا؟ والله ما ادري يا اخويا ابو العراميط. هاي يما مهدي شو تقول؟ والله يما هاي امرنا لله كان يسوي. يلا خاله هاي قابلين. قل له اخويا انا هم زفه واحد. ها ابو القزازير انت متحزمت علي؟ انت شنو عاوز عيد رجل انا هم زفه. على بحظي. لا 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 ابو حظي يومي يا رجل وانا حظي وين طامي سي هم محظوظ. اوف اوف الدنيا يوم لك ويوم عليك. اقول لك عم فراولة نظل قاعدين احنا هيك عبر يوم خلينا نروح نجيب نسواننا احسن. عم انا داخل بشغله واحده اللي جبناها شلون وكيل ونشربين. والله يا عم حكيك صدق بس عم نحسه ونحاول نشوف لنا شغله كان ظل هيجي. عم مهدي شنو رايك نخلين يمهم وهم يصرفون علينا على ما نلقي شغل؟ ايه مو احنا مسوين سلفه نخلين يمهم غير من اخواننا صديق شريف. قوم قوم خلينا نجيب نقوم. شنو وين تردين؟ اقدر اروح البيت شنو طلابه؟ اظل قاعده يمك؟ يلا طلقني. ما طلقك انا مع الزوج تردين اطلقك؟ شنو ما تطلقني؟ غير اتفقنا تطلقني وشك مشغل دبل اشاره هسه تطلقني. ما طلقش يلا شطب جوا. شنو ما تطلقني ولك؟ والله خلي مهدي هيلوسك تلوس. شنو ايش تهديني مهدي تي؟ شطب جوا يلا. ولك اطقني المدسمن المحمض والله لا خلي مهدي يكتلك. الله هاي كلها تصوج بينا احنا شوف هاي السوالف كلها من ورانا. هذا يمكن مهدي اللي جاي هسه لا خليه يعذبك. ولك يما هذا ابو غنم يقول ابو نغم ضربني وما يرضى يطلقني. ها صديق هنا تعال يما تعال. ولك؟ اطلق مرتي. ما جت مرتك غير مرتي. طلقها هسه تدري لو مو خاله ماخذ بنتك شو اسوي بيك هسه؟ شو تريد تسوي مثلا؟ ما طلق يلا منا. ولك الظاهر انت مو خوش ادمي. قبلع. والله ما اطلق. نجيك نجيك ان شاء الله. اذا ما كرهتك بعيشتك لا ما اطلق انا علمك يلا مشونا. كنا يما امشي. شوف قزاره انا ما اريدك تطلقني. ليش؟ غير انا متفق ويا مهدي ومهدي صديقي. انا اقول لك ليش؟ انا اريدك تعذبه بس كم يوم لا تطلقني. حتى بعد ما يعيدها ويطلق. ما اقدر انا اطيح حكايه وهذا مهدي مخبل. بذن اليومين وبعدين طلق ونطلع انا وياك نتمشى قدامه ونحرق قلبه حتى بعد ما يطلق. يلا هذا هذا يلا راح اروح انا. يلا روح بس لا لقاك قل له ما طلق. يلا هاي هاي. هو انا اصلا ما راح اطلق بعد. هذاك بيته طق امي وغلط علينا ترضاها انت؟ اريدك الثاني هنا شو تسوي؟ من يطلع تورمت اريدك شو تسوي اترك ظل النجف على البصره. يلا اخوي روح روح. ولك مهدي اقول يا كان يخلي المخبل الكل وراي ثار انت. ها
ها؟ لا ودعتك عمي، انا مع الاسف عليك، انا احبك بس هو المخبر ما يمكن كان مسوي لي شيء تضايج منك، انا خليه يركض وراك. دبطل هذا النسوال فكتر عمك سرسر قديم. شينا خلنا نروح الجزاره حتى طلق فراوله. يلا. يلا عمي. خويا شكو شنو صاير؟ ولك هذا جبت لنا يابا غنم، يابا غنم ما يرضى يطلقني. ها؟ صدق ما يرضى يطلق؟ لا جاي الشاقه وياك. ولك انت مطيع؟ جاي سولف ياباني ما يرضى يطلق. خويا بس اعصابي شلون اصعد عند السكر وتدري اني اخاف؟ كل شيء يصير لحل. ولك شنو كل شيء يصير لحل؟ الله لا يوفقك مهدي، كلها بسبب مهدي، انه بصير اللي عصبي ويطلق، وانت الشفيه الثاني راح اجيب لك ابو نغم لا شايف ولا يرضى يطلق. خويا سمحتني انا قل لي شو اسوي؟ روح له، مو هو عمك ابو زوجتك؟ روح تفهمه وياه قل له طلق اختي، غير انت جبت لنا اياه. خويا ان شاء الله هسه رايح لبكت الله يطلق. شوفوا بالعراميد، اذا ما طلقنا ابو نغم تصير انت حصتي. وزيح الخوه وخليك تكره اليوم جابتك بي امي، فهمت؟ يا اخويا صار رايح له. وقل له اذا ما طلق اخلي مهدك اليوم ويجي بسطي. اخوي عيني ايه انا معنا الزوج يا دون اطلقها، والله لو يموتون ما اطلقها. ابا ابا ايش في هذا؟ ها عمي خيرك؟ ابا يما هذا ايش يريد مني؟ ابو القزازير بشر طلقت بعدك. لا يا اخوي لا طلقت ولا راح اطلق. ها صديق شغال متفق انت وما هي تطلق؟ لا يا اخوي ايش اطلق؟ باكر عقبه حتى من راح اخطب مره يسموني مطلق. ما حد يعطيني مره. شلون قزار غير مال صديقك وعشره عمر انت وياه شلون تقدر بيه؟ السلام عليكم. سلام هلا مهدي. انقصب القزازير شو ما رديت سلام بس اصدقت روحك ولك متزوج. يلا مشينا على مود نروح نطلق. اخوي مهدي ما طلق انا اعذرني. ما طلق؟ شنو ما طلق قزاره؟ احنا مش متفقين؟ وغير امنت لك وليك وانت صديقي واخوي. مهدي قبل شوي حاكيت يقول انا ما اطلق، قلت له غير مهدي صاحبك وصديقك شلون تقدر بيه هيك؟ وليك؟ شنو ما اطلق؟ بنتي وطلقها، انت ما عاد احكي وياك وما اطلق. وليك؟ شو انت شمر عليه؟ عم فراغ اعطيني مجال بس ارد احكي وياك حكايتين. شوف قزاره انا ردتك عزام ما ردتك سكينة بظهري، واعتمدت عليك وثقيت فيك وانت اخي، بس ما ردك بيا دقه لا قزاره ازيحها كلها. شوف قزاره الك منا الباكر اذا ما طلقت راح اشوف شيء ما اشوفه بحياتك وتدري مهدي شو يسوي. شيلنا عمي ويلا انا ما شرف نبقى ويا واحد مثلك يدقها بصاحبي باش هم يسويها وياي. يلا روح بقت عليك شلون وادم تعبانه. الحمد لله ما هو هذا يا امي